لنا قصة خلنا الناس تسرين من علمك الحجازي. شنو قاعد تطحن انت؟ قول انت اتصل على الشيخ اللي قال يسلم لنا عليه. هو طلبك ما تبي تزور؟ انا شو اسوي؟ حفيد الشيخ ابراهيم اللي قال اي والله شافه الله حسنين، قال لي جيبه خليه بالسياره لا ينزل. يا سيدي الله يخليك، شو اسوي؟ الاسلام صح، وكان من كتبه كتاب واقع على ظهره مسكين في منطقه التحقيق. اسواق القرين، عمده التحقيق في مناقب ال الصديق. الله. وفي يقول وقد اكتمل ال الصديق اسلاما. لم يكتمل به الصحابه مثل ما اكتمل به الصديق.